الدولي، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنه في أعقاب حرب روسيا في يوكرانيا أصبحت أوروبا تستورد الغاز الطبيعي الأمريكي بشكل لم يسبق له مثيل لاستخدامه في تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع. وذكرت الصحيفة أن المدن في مختلف أنحاء أوروبا تبقي أضواءها مفتوحة وتدفئ المنازل بالغاز الطبيعي القادم من أبار تكساس وليوزيانا، مع تسجيل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة مستويات قياسية. يعني وول ستريت جورنال الصراحة بينت جزء من هذه الحرب بما استفادت به أمريكا. ده سيبك من السلاح بقى، السلاح لحدوتة تانية، لكن كده هم اعترفوا ان هم الوحيدين اللي هم كسبانين. خلينا نقول لا، يعني شوف هقول لك حاجه، بالعكس انا وجهه نظري انه الولايات المتحده الامريكيه مش كاسبه بدرجه كبيره جدا، حتى وان كان ظهر على السطح ان هي الممول الرئيسي الى حد كبير جدا والقائمه على اداره شكل هذا الصراع بحكم وقوفها بجانب اوكرانيا او تحريضها للعالم الغربي الى مزيد من المساعدات للجانب الاوكراني، لكن الولايات المتحده الأمريكية في أحرج حياتها. سنة الحياة أن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ترهل، بيسموها مرحلة الترهل الإمبراطوري. هذه الإمبراطورية التي قادت العالم منفردة من سنة 90-91 لغاية 2007 على مدار 17 سنة، وبدأت مرحلة مناوشات لها من 2007 حتى هذا التاريخ، خلاص يعني من وجهة نظري الولايات المتحدة الأمريكية مش هي الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح الدولار الأمريكي ما زال له مفعول السحر، لكن بدرجة كبيرة جدا هو أمام صعود مهيب للروس وللصينيين. والروس بدرجة أو بأخرى، وده خطاب بوتين الأخير، مستحيل عليهم أن يخرجوا خاسرين من هذه المعركة، إذا كنت بتكلمي من الناحية العسكرية أو بتكلمي من الناحية الاقتصادية. فالولايات رغم الحصار الاقتصادي اللي عليه رغم الحصار الاقتصادي طبعا، فالولايات المتحدة الأمريكية صحيح من الممكن أن هي مش من وجهة نظري قدر الاستفادة حتى من ناحية الغاز والطاقة مش بدرجة كبيرة، لكن دول كثيرة جدا استفادت من الغاز. منطقة الشرق الأوسط بالمجمل، انت عندك الجزائر تمتلك أكبر حقل غاز صخري على مستوى العالم، و9% من إنتاج الغاز بتنتجه الجزائر، استفادت، راحت لها فرنسا، راحت لها إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تشد في إيديها، الروس بيقولوا لها لا ما ينفعش تكوني بديل بشكل كبير، قطر تمتلك أكبر حقل غاز مسال على مستوى العالم. احنا هنا في مصر شكلنا شكل من اشكال الاكتفاء الذاتي، وعلى ارضنا منتدى حقول شرق المتوسط لاهم 9 دول ربما تكون منتجه للغاز على مستوى العالم. ففي بعض المواقع وبعض الدول استفادت، لكن انت تتحدثي عن صراع، انا من وجهه نظري انه العالم الغربي فيه اكبر الخاسرين وعلى راسهم المانيا، والولايات المتحده الامريكيه لن تخرج من هذه الحرب كما هي الولايات المتحده الامريكيه او كما الفتها. طيب الترهل الإمبراطوري خليني أتكلم، هو بالدرجة الأولى ترهل سياسي يعني، وخاصة أن هم داخلين على انتخابات كمان يعني. لا، ترهل سياسي، ترهل عسكري، ترهل اقتصادي، ترهل كل حاجة. ما أقدرش أقول ترهل عسكري دكتور مختار، لأنه هو ما بيحاربش يعني، هو تعلم الدرس، لا بيخش بعد ما دخل في أفغانستان وبعد ما دخل في العراق وقبلهم فيتنام، خلاص هو ما بيحاربش بجنوده. أيوة، عنده وكالة، عنده وكالة بيساعد بالسلاح، بيحرض على هذا، والأوكرانيين موجودين يعني وخلاص. الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت إيقاف هذه الحرب تملك إرادتها. صحيح. والولايات المتحدة الأمريكية تضغط على العالم الغربي وهو يدرك أنه خاسر كبير من خلال هذه الحرب ولا يستطيع أن يفعل شيئا. ألمانيا أكبر الخاسرين، نورد ستريم 2 10 مليار دولار. صحيح. ألمانيا تعتمد على 55% من احتياجاتها من الغاز من الروس. الآن العالم الغربي كله بيبحث عن بدائل للغاز الروسي والنفط الروسي، والغاز الروسي والنفط الروسي ما اتجمدش او ما تلتش او ما اصبحش في الارض، لا اتجه ناحيه شرق اسيا واتجه ناحيه الصين.